بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فبحمد الله وفضله وصلت إلى مديرية أوقاف البحيرة سيارة لحوم سكوك الأضاحي محملة بثلاثة أطنان من اللحوم. اليوم الجمعة الموافق 18 من شهر سبتمبر عام 2020 لتوزيعها على المستحقين إن شاء الله. ونناشد الأخوة المواطنين بسرعة التبادر إلى الإنفاق إلى هذا المشروع في العام المقبل إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. دي الدفعة 10 من لحوم الأضاحي اللي بتوصل لنا اسكندرية. الدفعات 9 اللي قبل كده كانت 4 طن كلها، دفعة النهاردة الجمعة 18/9 عبارة عن 3 طن، وعلى بركة الله بدأنا التوزيع. الحمد لله رب العالمين، بفضل الله تبارك وتعالى وصلت الآن الجمعة 18/9/2020 وبعد صلاة الجمعة مباشرة الدفعة 11 من لحوم الأضاحي والتابعة لوزارة الأوقاف وقدرها 3 أطنان، ليصل ما وصل إجمالا إلى محافظة الدقهلية حتى الآن 34 طن، يتم توزيعها الآن على الأسر المستحقين الشرعيين عن طريق مديري الإدارات الفرعية. تتقدم بخالص الشكر لمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذا النشاط الاجتماعي الطيب، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة وسلام على النبي المصطفى وبعد. اليوم الجمعة 18/9/2020 سلمت مديرية أوقاف الغربية عدد 3 طن من لحوم من صكوك الأضاحي، وذلك توزيعها على الفقراء والمساكين من الأسر الأولى بالرعاية. والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالص لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. تم بحمد الله تعالى اليوم الجمعة الموافق 18/9/2020 وصول الرسالة 9 من لحوم الأضاحي وقدرها 3 طن، وذلك برفقة فضيلة الشيخ مصطفى شعبان الجندي مفتش عام بوزارة الأوقاف، وذلك لتوزيعها على الإدارات لتقوم كل إدارة بتوزيعها على الفقراء والأسر الأكثر احتياجا، فيصبح إجمالي ما تم إرساله إلى المديرية حتى الآن 28 طن